بص بقى، العربية دي هي اسمها فولكس فاجن، فولكس فاجن مش فولكس واجن او دوت، ممكن يمشي بالانجليش قشطة، بس هو النطق الصح للعربية دي في بلدها وفي العالم كله هو فولكس فاجن. ده ليه؟ لان في النطق الالماني الفي بتتنطق زي حرف الاف والدبليو بيتنطق زي حرف الفي، فبتبقى فولكس فاجن. نبدأ بقى يا سيدي نعلى بالمستوى شوية ونخش على العربية اللي بعد كده، وهي العربية البورشة. بورشة، وحاسس ان انا صدمتك، بس يعني ما اسمهاش بورشة خالص، هي اسمها بورشة. بورشة. طيب، والعربية دي مش اودي، هي اودي. 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 طيب، العربية دي بقى يا جماعة بصوا، في ناس اختلفت عليها وفي ناس بتقول لامبورجيني، وهي مش لامبورجيني. العربية دي بكل بساطة لامبورجيني. 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 تحس ان النطق عربي كده، وحتى حرف الار فيها ما بيتنطقش ار، بيتنطق زي حرف الر. لامبورجيني. وندخل على الوحش اللي بعد كده حبيب قلبنا كلنا، وهو البي ام في. بي ام في. طبعا ده علشان زي ما اتفقنا الدبليو في الالماني بتتنطق في، ولكن لو انت عايز تقولها بي ام دبليو فما فيش مشكله، ده نطق صحيح برضو، بس النطق بتاع البلد بتاعتها هو بي ام في. انسى بقى كل اللي فات ده، ومعانا اخر عربيه حبيبه قلبي شخصيا، والعربيه العاطفيه اللي كل الناس بتحبها. يعني بص، اخشى ان هي ما اسمهاش الفا روميو، يعني هي ما اسمهاش الفا روميو والله، الحقيقه ان اسمها الفا روميو. الفا روميو، مش الفا روميو، الفا روميو.